السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة يا رب. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل حديث اليوتيوب كله، مكرونة انسجام. المكرونة دي بجد تستاهل ان انت تجربيها، تحفة وجميلة وسهلة وهتيجي نتيجة تحفة. اول حاجة هنخرط البصل جوانح ونحمره في زيت غزير، لازم يا بنات في زيت غزير عشان تاخدي نتيجة حلوة. حمريه في زيت غزير، احنا عايزينه بني مش محروق. بعد ما نحمره هنصفيه كويس ونحطه على غطا حلة، طبق سلستين في مصفى، اي حاجة، ونحطه بقى في الهواء. هنيجي هنا بقى ناخد شوية زيت نحطهم في حلة ونحط عليهم معلقة سكر ونفضل نقلب فيهم لغاية ايه ما لونهم ايه يبقى بني كده. ونحط عليهم معلقتين تلاتة صلصة ونقلبهم. وحطي بقى شفشق طماطم، انا كانت عندي طماطم في الفريزر حطيت كيس. انت لو هتطحني طماطم اطحني وحطي عليها على طول، بس اهم حاجة معلقتين الصلصة. ونحط بقى كمون وفلفل اسود وملح. بجد تستاهل ان انت تجربيها وهتطلع نتيجتها تحفة. هتسيبيها بقى لما تتسبك كويس، اما تلاقي بقى الزيت كده طفى على الوش تعرف ان هي اتسبكت، اهي تكتيكت اهي وبقت جميلة. هنجيب بقى شوية بصل من اللي احنا عملناهم، بصوا يا بنات ناشف ومقرمش وجميل، افركيه بقى بايدك وخدي كده كبشة حطيهم على الصلصة. انا هاخد شوية واشيل شوية عشان مش كل ما هاجي اعمل احمر بصل. انا خدت كده كبشتين رحت حطاهم على الصلصة. طعمها تحفة في منتهى الجميل، لو جربتيها مش هتبطلي تعملي الصلصة دي. ودي برضو اللي هي بتاعت الكشري حلوة قوي لو انت عاملة كشري. بكده الصلصة خلصت وده فطاري النهاردة، اتفضلوا معانا. اللهم تقبل منا ومنكم يا رب. السلام عليكم.